هذا وبعد التحقيق والاطلاع على الأدلة والصحيفة الجنائية، قررنا نحن أحمد نبيل فواز رئيس نيابة الوراق بحبس المتهمة نعيمة السيد مصطفى 15 يوما على ذمة التحقيق. نعيمة، ماما، كل حاجة تمشي كأني موجودة في البيت تمام. ها، ما تخافيش، ما تقلقيش. عبدالله ما تسيبهمش في الرايحة والجاية. أكيد كرم عينيك في نص راسك. ها، أنت بقيت راجل البيت دلوقتي، خد بالك منهم، لو حد هوب ناحيتهم كله بسنانك. برقبت يا نعيمة، ما تكلميش كأنها خلصت. ما خلصتش يا نعيمة، تخرجي بالسلامة إن شاء الله. خلي بالك من نفسك والنبي. أنا عايز أفهم هما ازاي سابوك انت ومسكم؟ خلاص يا ست بقى، مش كل ما تشوفي خلقت اهلي تقولي لي نفس الكلام. هو مش انت اللي بقيت راجل البيت؟ يبقى لازم تتصرف وتطلع لنا امنا من هنا. سابت انت راجل بيت ايه؟ عبد الله، خدوا مروحهم على البيت. حاضر. وانت رايح فين بقى ان شاء الله وسايب نعيمه؟ عندي مصلحه لازم اقضيها. يلا يلا. بتعملي ايه نجات؟ بهوي والم الغسيل، في ريحه منتنه كده من امبارح، مش عارفه جايه منين. صباح الخير يا نجات. صباح النور يا حبيبتي. هو حوده فطر؟ اكيد فطر ونازل، يا كانت تقدر تتكلم كده وهو موجود. بقول لك يا سماح، ما تقومي يا حبيبتي تنقي غيار من عندي تلبسيه، عشان عاوز اغسل اللي انت لابسه ده. ما انت لسه مدياني ده امبارح. ايه، اتلوث ولا عشان انا اللي لابساه؟ لا، دي ما كانتش اول لابسه، ده كان بقاله اسبوع يا حبيبتي بتغسلش. كتر خيرك يا اختي، انا الهدوم ما عنديش اكتر منها. يا بنت بالراحه عليها شويه، انت شايفاها حواء دي جبلة. الحقني بالفلوس. ايه الدخله دي؟ انت بتستهبل؟ فين الحاجه انت؟ الحاجه مش معايا دلوقتي، بس انا محتاج القرشين دول النهارده او بكره بالكتير. عليا فلوس لزفت محامي، ده غير ان انا طلع لي مصاريف لازم ادفعها طلعت لي من تحت الارض. محامي انت لحيت؟ يعني في وسط الظروف اللي انت فيها دي وبتعمل مشاكل، انت معمول من ايه يا اخي؟ انا مش فاهم. انجز يا هيما، ال 10,000 بكره زي دلوقتي هعدي عليك اديك الحاجه بلفتها. هو انا اول مره اشحن لك لفه رمادول؟ يلا يا معفن، ايه لازم يبقى في ثقه مش كده؟ يا اخي الفلوس مش معايا دلوقتي، وبعدين لفه الترمادول ايه اللي انت جاي بتقول عليها دي؟ فكه وسط اللي معاك. نرجع للهري بقى، انا ماشي. طب بذمتك ودينك ما سلكتش حته صغيره كده من رشدي في ركه ما كانوا بيقبضوا عليه؟ سلكت ايه بس يا عم؟ بكره هجيب لك شويه الترمادول تبقى جاهز بالفلوس. يا عم قول وحياه امي، ده لمصلحتك. انا عارف ان مالكش سكه في تصريف الاسرات، بس قول لي يمكن اساعدك. ساعد نفسك انت بس الاول، انت عارف تجيب فلوس الترمادول لما هتتكلم في المصايب التقيله اللي زي دي؟ انت عارف ان مرات رشدي فص ملح ودبيه كمان؟ هتلاقيها واقعه على كنز دي، بس ولا حد عارف هي فين بنت لازم. بقول لك ايه، انا مش فايلك، بكره زي دلوقتي تمام؟ سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت عملت ايه النهارده؟ تمام الحمد لله. ازيك يا بنت نجاة؟ كويسه. ما ترديش على التليفون؟ لا سماح، كنت بنضف الحمام لقيته وسخ، قلت ما يصحش. انت يا بنت انت مش عاتقه نفسك من خدمه البيوت حتى في يوم اجازتك؟ وماله برضه اما تساعد؟ طالما قاعدين سوا نحط ايدينا في ايدين بعض عشان ننجز. واجب برضه، اديني بعمل بنومتي على الاقل. وانت جايب معاك ايه؟ دي كروم بام. بنت سماح. نعم يا حبيبتي، عايزاني احشيها لك عشان تطفحي منها على الغدا النهارده؟ يا نهار ابوكي اسود، ايه اللي بتقوليه ده يا بنت؟ اسالي يا اختي روحك انت وبنتك، وانا ساكته وصابره واقول هيتلموا، لكن مفيش فايده. سامع بنفسك؟ شايف لمامه الشوارع بتقول ايه؟ مش كده يا سماح برضه؟ اسكت انت، عمالين تزلوا فيا وتلقحوا عليا بالكلام من امبارح، وانا ساكته وحاطه بلغه في بوقي ومشغليني وحسسني ان انتوا اشتريتوني. الاقي ايدينا في ايدين بعض، هنقضيها استعباط لحد امتى؟ وماله برضه لما تساعدي؟ مش بيتك يا سماح؟ اساعد فيها يا روح امك، انت مش شايف؟ قاعدين حاطين رجل على رجل وعمالين يعزعزوا في لب،
ده غير الكلام اللي زي السم اللي بيتقال من ورا ظهري. وليه اختي في وشي؟ مش هعضك. طب امشي نجري على بره غوري، نامي في الشارع اللي انت جايه منه يا بنت. ثلاثة بالله العظيم ما انت قاعده هنا. يا لهوي يما هتموي. يلا البنت دي لو ما غرتش وديني ما اقعد. لا مش انا. وعلى ايه يا حاج؟ امشي انا. طب اهو يا بنت المجنونه، الله يخرب بيت امك يا سماح. تلفزيون تفتكري هنلاقي حاجه؟ ما هو اكيد لو هو اللي عاملها مش هيسيب وراه حاجه. مش مهم دوري وخلاص، عايزين نشوف اول واد ده من اخره ايه. هنا دوري في الدولاب اهم، انا هشوف هنا. عرف. ايه ده؟ ايه الكراتين دي؟ دوري فيها، دي بتاعت البت سماح، بنت مش شريفه قوي يعني. الله. ايه وده؟ ايه ده كمان؟ هيكون ايه؟ اسبرين برشام يا اختي. وده معناه ايه؟ معناه الواد ده زباله وبيبلبع، واللي بيبلبع ده بيعمل اي حاجه. يقفل الدولاب ويلا. ماشي يا كرم. انجزي بسرعه اهو، قاعدين لي الكنبه. يلا بسرعه. خلاص يلا. ولا جابك يا اختي؟ مش كنتي مقموسه؟ جاي اخد غيار، في مانع؟ لا يا حبيبتي مفيش مانع، اتفضلي خلصي بسرعه. ماشي. لما نايمه تطلع بقى بالسلامه، انا ليا كلام معاها. ماشي يا خبر اقرف. يلا يلا امشي. بدل العياط ده ادعيله بالرحمه. اطلع وانا جاي لك على طول. انشف شويه. شد حيلك يا حاج نور. شد على الله. غلطه. تعالى عايزك تجيب لي حاجه من عند المرسى. تحت امرك يا حاج. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ايوه وبعدين؟ مفيش يوم كان بيعدي من غير ما يحصل مشكله من ناحيه البيت ده. والله يا حاج نور الحته دي كلها كوم، وبيت نعيمه ده كوم تاني خالص. بس الشهاده لله ما حدش مسك عليها حاجه. مسك عليها حاجه ازاي يعني؟ الليله كلها كانت شامه، ستات داخله وستات خارجه، ولا نعرف لهم ولا اصل ولا فصل. ده حتى الست اعتماد الله يرحمها في اخر ايامها سمعتها كذا مره بتقول الهي طربق البيت على اللي فيه. ومار كان معلق انهي بنت من دول؟ قول يا ما تخافش قول. بنت كده اسمها شيماء، كنت ساعات بشوف استاذ ماهر معاها. ماشي يا زغطه، امسك خد دول. روح هات سمك انت والرجاله وشكلها زي ما انت عايز. ربنا يكرمك يا حاج، ربنا يكرمك يا حاج. بنت شماء، البنت سماح جت النهارده الاوضه؟ اه جت، كانت بتلم حاجاتها ومشيت. مشيت راحت فين؟ معرفش والله، يمكن ترجع تاني.
تحزنش في ماهر مش كده؟ بس مبقاش لنا غير بعض دلوقتي. أنا قلت لك من أول يوم إن أنا مش ببايت حد عندي، تخلصي شغلك وتروحي تباتي مطرح ما تباتي. وأنا عمري ما طلبتها منك يا ست مروة، بس دي ظروف غصب عني. طب وأنا مالي؟ وبعدين افرضي نعيمة طولت في اللي هي فيه، دي جريمة قتل، يعني ممكن تاخد إعدام، أعمل أنا إيه بقى ساعتها؟ أتبناكي مثلا؟ بعد الشر، إعدام إيه بس؟ هما يومين لحد ما أتصرف، وأنا مش هعمل ولا حس ولا مشكلة، وجربيني ليلتين، لو حصل مني أي حاجة مشيني. ليلتين؟ أجربك ليلتين؟ ليه أنت ناوية تقعدي أكتر من كده؟ خلاص بقى يا مروة، يعني هنسيبها تبات في الشارع؟ إن شاء الله خليك يا أستاذ حازم. خليكي انت هنا ما تتحركيش من مكانك. يعني انا بقول لك ان انا مش مستحمله عليها في الكام ساعه اللي هي شغاله فيهم دول، تقول لي تبات؟ هتعمل لنا ايه عينيها يعني؟ هتحرق لنا البيت من الحسد؟ يا ستي ما تبص زي ما تبص، ما في الاخر هتزهق. لا مش هتزهق، هتبص وهتركز وهتحسد. انت لسه مش فاهم؟ اقول لك على حاجه بس انا عارف انها مش تعجبك. لا ما تقولش. جربي تساعديها. جربي تساعديها حتى لو من ورا قلبك، يمكن ساعتها ربنا يردها لك والناس اللي معاكي في الشغل يكلموكي ويطلبوا منك ترجعي تاني. ارجع ليه؟ هو انا قاعده مستنياهم؟ على فكره بقى هم اللي خسرانين، وخلي الديزاينز البلدي اللي هم شغالين بيها دي تنفعهم. بلاش تفتري على اللي اقل منك عشان اللي اعلى منك ما يفتريش عليكي. ماشي تبات بس يتخصم منها، وطالما كده كده مفيش نعيمه يبقى ده من هنا ورايح اتفاق جديد ما بيني وما بينها، ونوفر بقى فلوس الوسيط اللي ملهاش لازمه. هو ده اللي مش افترى؟ والله بقى عايزه تبات وتشتغل بنص الثمن اهلا وسهلا، مش عايزه يا حر. احنا هنا يا مروه، احنا هنا وربنا هيكرمك. بس والنبي هم ما بيجوش غير كده. يا رب ده انا اتسرقت، انا اللي اتسرقت يا رب، هو اللي سرقني يا ربي. ده انا مظلوم، انت اللي عالم، هو اللي لازم يتحبس مش انا. خدي يا اختي بقى ميه اشربي. انت مظلومه بجد؟ والله العظيم. دعوه المظلوم ما بتتردش، ادعي ربنا يجازيكي كل خير، يفك حبستك انت كمان. ادعي لبناتي منا وهنا، ادعي لهم ان ربنا يسترهم، ماليش غير ربنا يسترهم. انت ربنا كبير قوي يا اختي. ماهر استنى حد يعمل لنا كوبايتين شاي. انا هعمل. اجيب لكم غطا تاني يا بنات؟ لا ربنا يخليكي، قبل ما احنا مش عايزين. طيب طيب ماشي ماشي، حاضر حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والبنت سماح ما ظهرتش؟ لا والله لسه ما ظهرتش يا اخويا. طب انتوا عاملين ايه يعني؟ مش عايزين حاجه؟ لا يا سكرم مش عايزين حاجه، احنا مش عايزين غير الستر وبس. هو في اخوانا من الصبح بيتكلموني سكه مش اللي هي، في ايه؟ عايز تعرف ايه يا ابني خالي؟ ادخل وانا اقول لك. اتفضل. في الباب ام كمال. ده اللي بتدور عليه يا كرم؟
قولوا كده بقى، انتوا اللي قلبتوني. تمام كده. وده ايه ده يا كرم؟ برشام؟ دي حاجه تخص الناس ما تخصنيش انا. لا يا شيخ، والنبي ايه؟ طب بص بقى يا برنس، من الاخر كده، من غير لف ودوران، انت اللي قتلت الحاج فتحي، وده طبعا بعد ما جاب سيره الست الوالده، مش كده؟ جيت خدت السكينه من عند نعيمه هنا، ورحت خلصت على الراجل ولبستها في امي عمتك اللي شايلاك في بيتها، صح ولا انا غلطانه؟ ما تنطق. بقول لك ايه، سكه ودغري كده، بكره تروح تعترف على نفسك، بدل ما انا هبلغ عنك وهسلم ده للبوليس. عايزين اعترف على حاجه ما عملتهاش عشان شويه برشام؟ ما تعقلوا الكلام يا جدعان، وصلى على النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. براحتك يا ابن خالي، دي جنايه ودي جنايه، اختار اللي انت عايزه فيهم، وشوف بقى يا حبيبي انت عايز تعمل ايه. انا مش عايز اعمل اي حاجه. شوفوا انتوا عايزين تعملوا ايه واعملوه براحتكم. في البتاع ده، الدنيا برد. سبحان الله، اول ما عرفت الخبر ما حسيتش بنفسي، رجليها ما كانتش شايلاني من على الارض. شوف يا اخي، ابوك بقاله كام سنه مقاطعني، بس برضه ابوك الظهر والسند راحوا خلاص. واحد الله نور، ربنا كبير. نعم بالله. انت عرفت ازاي يا ماهر؟ عرفت ايه؟ خبر ابوك. نزلت لقيته مقتول. ايوه، انت اللي نزلك من شقتك على شقته بالليل كده. كنت بعمل نسكافيه وما كانش فيه سكر، فقلت انزل اخد من سكر من تحت. سكر؟ ابوك ما صرخش، معلش غيتوني، معلش الحقني يا ماهر. ابوك مات كده من غير صوت. سمعت الصوت، نزلت، كان امر ربنا نفذ. ونعم بالله. انت اكيد كنت ضارب اليوم ده، اكيد. انا مبطل على فكره يا نور. خساره، انا كنت جايب حته افيون هديه لابوك عشان اصالحه بيها، بس ما لحقتوش، الله يرحمه. فانا قلت يعني اديها لك. بجد والله؟ اه. طب انا هاخدها منك بقى، لان انا مش مبطل يعني، انا بخفف الصراحه. الله يرحمه كان مدلعك، كان بيخليك تحافي من الافيون بتاعه. مبقاش، اخر سنتين تلاته كان مرات عليا قوي، كانش بيديني فلوس يا نور. الله يرحمه بقى. تعرف بيت اسمها شيماء؟ ايه؟ مين دي؟ بيت اللي شغلنا عند نايم. لا ما اعرفهاش. غريبه، ما ده اللي انا سامعه ده، بيقولوا انك ماشي معاها. مين اللي بيقول كده؟ طب بص بقى يا ماهر، البيت دي اتقبض عليها من نص ساعه، اخلص واحكي كل حاجه عشان اعرف الم من وراك ازاي. يا ده انا اخوك، مهما كان اللي بينا ما حدش هيخاف عليك قدي. احكي. انت بتخرف. يلا يلا يا ده، بقول لك انا اخوك اللي عايز يساعدك، يا مش وكيل النيابه اللي هيوديك في 60 داهيه. يا عم ابعد عني يا عم، انت مجنون ولا ايه؟ انا اقتل ابويا؟ لا، نعيمه اللي هتقتله. نعيمه دي الحته كلها عارفه ان ابوك كان حي حاليها، وتقتله ليه؟ مين مصلحه يقتله؟ يلا الست اللي كان هيجوزها ويعليها لفوق، ولا ابنه اللي على الحديده وابوه منشف عليه؟ ولو نعيمه هتقتله، تقتله بسكينه من مطبخها؟ ولا في حد قاصد يعمل كده بقى عشان يلبسها لها؟ يلا دي حته خدامه، يلا خدامه هتبيعك مع اول قلمين، اوعى تكون فاكر انها هتسطر عليك في التحقيق، تبقى اهبل وعبيط. هات اللي في بطنك، احكي. قتلته ازاي؟ قول يا
عارف انه كان ظالم. انا الوحيد اللي حاسس بيك. انا اخوك يلا. انا اخوك اللي خايف عليك. احكي لاخوك يا. احكي وما تخافش. ان شاء الله هتطلع منها. لقيت نفسي بقول للبنت شيماء هاتيلي السكينة. والله زي ما اكون مش انا اللي بتكلم. انت كنت ناويها بقى ماهر؟ انا بعد الخناقة كنت متأكد انها هتوافق تتجوزه. كل اللي كنت بفكر فيه حصل قدام عيني. قولي. استنيته بالليل وقلت له انا عايز فلوس، وكنت ماسك السكينة بهوشه بيها، يعني ما كانش قصدي ادريش بنفسي غير وانا بدب السكينة في بطنه، ومفوتش غير وانا مخلص عليه. ايه ده؟ ده صوت اخويا ماهر يا فندم. هو ماهر اخوك هيقتل الوالد ليه؟ لو سمعت بقية التسجيل هتلاقيها الكلام كتير، بس انا مش شايف لها غير سبب واحد. اللي هو؟ الدلع. حب دلع الغالب. كل حاجة مباحة لأنه آخر العنقود. فلوس ومخدرات. أب لا بيسأل ولا بيعاقب. كل ده كفيل يا فندم يحول إنسان عادي لمجرم. طب ما هو سايبه يعمل اللي هو عايزه، هيقتله ليه؟ الحاج بعد موت أمي الله يرحمها طلبت معايا في الحنفية شوية. بقى مركز مع النسوان. وده طبعًا ما عجبش ماهر. أنا عندي سؤال مش قادر ما أسألوش. تقريبًا أنا عارفه. أخوك. وقتل ابويا. ماشي يا حاج نور، انا بس محتاج نسخه من التسجيل ده. هو طبعا مش قانوني بس انا محتاج اسمع كله. حاضر يا فندم هبعته لك. بس انا يعني ليه عن سيادتك طلب؟ انا مش عايز اخويا يعرف ان انا عملت فيه كده. سيادتك لو ضغطت عليه هو ولا البنت هيعترفوا بكل حاجه. وبعدين يعني ده شغلكم انتوا بقى. نعيمة السيد عبد الفتاح. ايوه. تعال. كدابة والله العظيم كل الكلام ده كده. شغالة عند نعيمة عايزة تطلع منها وتلبسها فيا انا، والله ما حصل. انا كل اللي عملته اني خدت السكينة واديتها له زي ما هو طلب، لكن والنعمة ما اعرف ولا هو عايزها ليه ولا هيعمل بيها ايه. يا بنت الكلب انا قتل ابويا. يا بنت الكلب انت كدبت في دماغك. ولا بلاش شغل الجنان ده هنا. قال لي ما تسالنيش ولا عايزها ليه ولا هعمل بيها ايه، وكلها يوم ولا اتنين وهنتجوز. هتجوزك انت؟ ده انت حته خدامه. هتجوز حته خدامه يا باشا. يا بنت الكلب يا شيماء بعد كل اللي عملتهولك. احمدي ربنا يا نعيمه الحوار تقريبا بيخلص. تاني مره لما تفتح بيتك لحد يبقى عارفين اول بقى. غلبت يا ابني اقول لها شفت اخر جدعنتك مع الناس بتوصلنا لفين؟ ايدك في ايدي بقى عشان تخليها تبطل هي بتعمله ده. النبي ما تسيبينا تاني، البيت وحش قوي من غيري. اه يا بنت الكلب كنت هتوديني في حديد، كنت هتوديني في حديد يا بنت الكلب يا اللي ما طمرش فيك. سامحيني والنبي يا مؤمن، سامحيني ابوس ايدك، انا والله العظيم ما كنت اعرف ان هيعمل كده بالسكينه. كان هيعمل بيها ايه؟ كان هيقطع بيها قرص جبنه يا روح امك. بس يا ولية بدل ما ارجعك الحبس. خلاص يا نعيم. خلاص يا نعيم. البنت فين اللي متفقه كده؟ معرفش بتعمل ايه؟ معرفش. خرجني من هنا. حسبي الله ونعم الوكيل. ايه يوم القيامه هيقوم؟ كنت هتوقعني فيها؟ هتورطني فيها؟ ادفعوا عليك. استأذن الله يا نعيم خلاص. تمام يا فندم. تحت امر حضرتك يا فندم. ادخل يا ابني. فك الكلبش من ايده. انا هسيبكم مع بعض خمس دقايق يا حاج نور. متشكرين يا باشا. تعالى يا ماهر. اتبلغ عني يا نور بتسلمني. اتجننت يالا. لازم ايدك يا انا اسلمك انت مجنون يالا. يا ماهر ايه ده يا ماهر شويه مش كده. امال ازاي؟ خدتني على حجر اقول يا ماهر واتكلم يا ماهر وفي الاخر تبلغ عني وتوديني في داهيه. بتطلع عهدك القديم عليا عامل فيها اخويا عشان تجوز على كل حاجه لوحدك. هو ده انا ساكت عليك ومقدر، لو رديت عليك هزعلك واتغاب عليك. مقدر اللي انا فيه؟ انا ضيعت. انت ضيعتني. انت عمرك ما كنت اخويا. انت عدوي. عدوك؟
يا ما تخسرش كل حاجه بالهبل اللي انت بتقوله ده، ما تخسرنيش انا كمان وتخسر وقفتي جنبك. انا قلت لك البنت اتقبض عليها ولو وضغط عليها هتعترف. انت ما حكيتليش بدري، لو كنت حكيت لي كنا مسكناها قبل ما يتقبض عليها. انا سلمك، انت اتجننت يا حيوان. انا عارف انت فيك ايه دلوقتي، انت مش عارف توصل لبطولك. بلاش الافكار الخايبه دي تيجي في دماغك، انت مش ناقص. الحاج نور من ساعه ما جابوك وهو مش هادي وعمال يفكر ازاي هنتصرف في المصيبه دي. الحكايه ما خلصتش على كده، وكويس ان انت ما اعترفتش باي حاجه. هما دلوقتي معهمش غير شهاده البنت وبس. ها المواضيع دي بتاخد وقت كتير. انا تعبان يا نور، ابوس ايدك اديني اي حاجه. اتصرف يا نور او اديني فلوس وانا هتصرف. اقول لهم يهدموني بقى ويريحوني، انا اللي هتعبت يا نور. ما تتكلمش خالص، يلا اسكت، يلا اسكت. اتصرف يا بنت، انت مش شايف ولا ايه؟ ما تتصرف يلا. ايه ده يا ايه ده خالص؟ ماهر خلاص يلا يلا، انا مش هسيبك يلا، انا قلت لك مش هسيبك. لا سيب الملوخيه وخلصي البصل. حاضر. عاجبكوا كده؟ اهي نعيمه خرجت. مش كنا استحملنا البيت ليلتين كمان لحد ما تغور في داهيه من غير القطيعه اللي حصلت دي؟ مضغور في 60 داهيه يا اخويا. انت بتبكي على ايه؟ على التخطيط اللي انتوا بوظتهولي، الترتيب اللي كان في دماغي. انتوا اما زي ما تكونوا ذبحتوا لنا الفرخه اللي كانت هتبيض لنا بيضه ده. ازاي يا اخويا؟ امال انتوا فاهمين ايه؟ من ساعه ما عرفت البت وانا عمال اثبتها واخدها على حجري كان فاضل لها زقه وتلين، كانت خلاص هتكبش من البيت اللي شغاله فيه وتدينا. ايوه كلنا يا اخويا اوفشور عشان تجيبها تقعد في قربزنا تاني. وحتى لو اللي بتقوله صح، مش يمكن انت اللهبل وهي اللي بتشتغلك وبتاخدك على قد عقلك لحد ما تلاقي نفسك بتتدبس وبتتجوزها؟ اتجوز مين يا اما؟ اتجوز دي؟ يعني مش بتحبها يا اخويا؟ حب ايه بس؟ صلوا على النبي، انتوا فاهمين حاجه؟ طب ايه المشكله يعني؟ ما تكلمها، جر معاها ناعم. مش هترد؟ لو مالي دماغها زي بتقول يا اخويا هترد، بعدين دي كسرانه التلفزيون. على الاقل بلخن ان نعيمه طلعت. بس اعمل حسابك انا مش هصبر عليها كتير، ده انا هقبلها على عيني. بس هي بس ترد ياما وانتوا تبطلوا نبر والدنيا هتمشي. كده مفيش نيابه، لما يبقى يفوق في المستشفى النيابه هتروح بنفسها تستجوبه. ماشي، بس موضوع المستشفى ده هيطول فيه. ما تنساش يا حاج ان ماهر مدمن منع الحاجات دي عنه، يخليه ما يقدرش يكمل في حجز عادي، لازم اشرف طبي. يعني المستشفى دي امان، ممكن يهرب منها كانها سجن يعني؟ تلاش يا حاج، هما بيسيطروا تماما على الحاجات دي. انا عايزك انت تتابع الموضوع ده، في نفس الوقت ما تحكيليش عنه حاجه خالص. ماهر بالنسبه لي خلاص رايح جنب ابويا وامي. لا لا يا معلم، انا مش هينفع اعلي انت الاشتراك دلوقتي خالص. صاحبي هي دامت لي مين؟
الصدق مش معجزة ولا بس للأنبياء وتهون ذنوبك إذا مغفورة بالأدعية الصدق مش معجزة ولا بس للأنبياء وتهون ذنوبك إذا مغفورة الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.